شيخ عبد الله يقول الله عز وجل في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين، هل ذي القرنين نبي من الأنبياء؟ ذو القرنين ليس نبيا من الأنبياء، وإنما هو ملك صالح، رجح ذلك ابن كثير، واستدل بقول ابن عباس مفسر القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، وكان ذلك قبل الميلاد بأكثر من 3 قرون. وقد طاف هذا النبي، هذا الرجل الصالح، البلاد، فوصل غربا إلى حدود المحيط الأطلسي، ورأى الشمس وهي تسقط في البحر في نظر الإنسان، وليس تسقط فعلا، لا، هي تسقط في البحر في نظر الإنسان. ثم مشى إلى المشرق فرأى مطلع الشمس وأنها تطلع على قوم لم يجعل الله لهم من دونها سترا. قال بعض العلماء معنى ذلك أنهم عراة، وقال بعض العلماء لا، معنى ذلك أن الشمس تطلع عليهم 24 ساعة، ما فيه وقت يسترها عنهم، هم عندها مع الشمس دائما. وهذا الرجل الصالح بعد أن طلع، أخذ مطلع مغرب الشمس ثم مطلع الشمس، مر ناحية الشمال فأتى كما يقال إلى منطقة السد، وهي ما بين قرغيزستان وأوزبكستان، ما بين قرغيزستان وبين أوزبكستان، هذا الذي يرجح الآن بعض العلماء أن سد ذي القرنين أنه في تلك المنطقة. نعم.